بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية. هذا راح يكون الجزء الثالث من الشابتر الثامن بالفوركاستينج، أو يعني التنبؤ بالديماند. أوكي، الآن راح نبدأ مع طريقة جديدة، وهي كمان برضو كمان من طرق التايم سيريز أو التتابع، تتابع النقاط أو اللي بيعمل ترند. فهاي راح يكون عندنا اللي هي الترند باترن. احنا اتفقنا أول شيء أخذنا النياف اللي هي الفوركاست اللي هو الديماند الماضي، وبعدين أخذنا الموفينج أفريج اللي بناخذ آخر ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب المحدد من الديماند، الأفريج تبعهم بيكون النكست ديماند، وبعدين أخذنا الويتد أفريج اللي هو لما نعطي الديماند القريب ويت أكثر من الديماند البعيد. بس بنلاحظ أنه كل النقاط هاي لا تغطي الترند. شو معنات الترند؟ يعني انه مثلا اذا كان الديماند طالع، اوكي، او الديماند يعني بالحاله هاي طالع او نازل، يعني هاي اكيد هاي التايم وهاي الديماند، هاي التايم وهاي الديماند. بتلاحظ النقاط القديمه لما تيجي تحكي انه الديماند الماضي نفس الديماند الحالي، ما اعطتنا إشي على الترند. المفروض انه انا مثلا بهذا الديماند طالع الآن، أنا هون على سبيل المثال بتوقع أنه الديماند القادم يزيد شوي، أوكي؟ فهاي كمية الزيادة ولا واحدة من الطرق القديمة الثلاث اللي أخذناهم بتغطي هاي الزيادة. لذلك الآن رح نأخذ اللي هي الترند باترن، اللي هو النماذج اللي بيكون فيها ترند صاعد أو نازل، هذا المقصود. إحنا بس نستخدم الريجريشن فورت. احنا قبل استخدمنا الريجريشن از ا كوزال، اوكي، ميثود، يعني از ا كوزال ميثود. لما نيجي نحكي ديبندنت فاريبل بياثر على الاندبندنت فاريبل، الاندبندنت فاريبل يعني موست بروبابلي هو الديماند، اوكي. يعني ممكن يكون عده عوامل بياثروا على الديماند، بس الان اللي راح يكون عندنا التايم والديماند بس، اوكي. فتاثير التايم على الديماند، فإحنا بيكون في عندنا نقاط بنرسم أفضل خط مستقيم فيهم، بيكون هذا الترند تبعنا. فالريجريشن هذا يعني الريجريشن هو ريجريشن ما اختلف، بس الريجريشن اللي إحنا بنناقشه هون مختلف من ناحية الكونسبت عن الريجريشن اللي ناقشناه بالمحاضرات الماضية، أوكي. فخلينا نقرأ واحدة واحدة ونشوف، بس الفكرة مبينة إنه إحنا نرسم أفضل خط مستقيم بين التايم والدي، وبنشوف الترند طالع أو نازل، بنقدر نتنبأ النكست اللي هي النكست ديماند، أوكي. أول إشي a trend in the time series is systematic increase or decrease in the average of the series over time. معناته بشكل عام الديماند يا طالع يا نازل، وهذا الاشي احنا هون راح نغطيه. The forecast can be improved by calculating the estimate of the trend. معناته الفوركاست تبعنا بنقدر نطوره شوية عن الطرق الماضية بحيث ان نغطي خلينا نحكي الترند، انه يعني طالع او نازل. الان trend projection with the regression account of the trend with the simple regression analysis. اوكي، معناته هذا اللي احنا راح ندرسه، اللي هو البروجكشن يعني الاسقاط الترند، اسقاط الترند مع الريجريشن. يعني خلينا نحكي السنه الجايه شو راح يصير، بزيد او بنقص حسب الريجريشن، هذا اللي بنسميه احنا بروجكشن، اوكي. شو اللي راح نستخدمه؟ راح نستخدم السمبل ريجريشن اناليسيس، اللي هي ابسط واحده فيهم، اللي هي افضل معادله خط مستقيم. لا المعادلة تكون لا اكسبوننشال ولا وايبل ولا اي شيء، هي معادلة الخط المستقيم الفري سمبل، اوكي. الان راح ناخذ عليها اكزامبل، راح ناخذ عليها اكزامبل، اوكي. الاكزامبل هذا بيحكي عن شركة معينة، اوكي، بروفايد ميديكال لابوراتوري سيرفيس، معناته هاي الشركة بتزودنا بخدمات مختبرات طبية، اوكي، بخدمات مختبرات الطبية، تحليل الدم إلى آخره. ممكن يعني المانجر are interested in forecasting the number of blood analysis request per week. معناته المدير مهتم يعرف قديش طلبات تحليل الدم
اوكي بالويك، او يعني الترند هذا كل اسبوع قديش في عندنا طلبات لتحليل الدم. اوكي طبعا هذا طلبات تحليل الدم هذا ديماند، الان راح يحكي له الرايفل يعني الناس اللي بيجوا، بس هو ديماند. There can be a national increase in the request of the standard blood test، معناته في عندنا بشكل عام زيادة يعني مجتمعية على الطلبات لتحليل الدم. Okay. The arrival over the next 15 weeks are given in the table. معناته احنا الطلبات لتحليل الدم خلال ال 16 اسبوع القادم موجودة بالتابل اللي الان راح نشوفه، بس الطلبات هاي الارايفل هي الديماند. ديماند يعني الطلب على تحليل الدم، يعني بنفهمها بالطريقة هاي. What is the forecast demand for the next 3 period؟ معناته احنا عندنا 16 اسبوع عاملين فيه يعني عندنا في ديتا عن طلبات تحليل الدم، يعني كم طلب بالاسبوع. اوكي بدنا نشوف بالثلاث اسابيع الجايات كيف راح يزيد او شو راح يكون عندي الفوركاست. معناته احنا بنروح بنشوف بنرسم الترند، بيكون هذا ل 16، بعدين 17 18 19 بنشوف حسب الخط او الريجريشن اللي طلع معنا. اوكي طبعا هاي الداتا الويك لعند 16. اوكي مثلا الاسبوع الاول 28، الاسبوع الثاني 27، الثالث 44، 37 الى اخره. بنلاحظ انه بشكل عام بتزيد، يعني اخر شيء صارت بالستينات وبالسبعينات بشكل عام بتزيد. اوكي لو اجينا احنا رسمنا هذول اوكي ورسمنا افضل خط مستقيم بيجي فيهم، يعني الخط الازرق هذا الحل تبعه، طبعا الحل على سوفت وير. الخط الازرق راح يكون هو الديماند، يعني هذا هون 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 هون. الخط الاحمر هو افضل خط مستقيم بمر بالنقاط اوكي بناء على اللي سكوير ميثود. طيب هاي افضل خط مستقيم شو كانت؟ بدها لها معادله، المعادله طلع لنا اياها السوفت وير شو كانت؟ كانت y بتساوي اللي هي الانترسبت راح تكون 28.5 زائد ولا ناقص زائد اللي هي هذا الرقم 2.35 multiply x. اذا هاي المعادلة اللي هي راح تكون معادلة افضل خط مستقيم موجود بهاي النقاط. طبعا احنا زي ما حكينا انه مش مطلوب من الطالب بهذا المساق كيف يعمل الريجريشن، المفروض انه بقدر يعملها من الاستاتستيكال اناليسيس. اوكي طبعا السوفت وير اعطاني هاي المعادله واعطاني كل قياسات الايرور اللي احنا اخذناهم، كل قياسات الايرور اللي احنا اخذناهم. طيب لعند 16، هاي لعند 16 صح، كم القيمه كانت؟ somewhere بجوز اشي بالستين. طب لما نروح ل 17 كم راح تطلع؟ هاي راح تطلع اللي هو هذا الرقم 68.4 تقريبا. طيب لما نروح لهاي 16 هاي 17، لما نروح ل 18 بدها كمان زيادة شوي، بنروح بنشوفها تطلع 70 اوكي بوينت 72 و19 نفس الاشي. اذا احنا بنحس انه مثلا اذا رسمنا الفيجر هذا وراح يخربطنا، يعني يكون مش راسمين كويس، ولا اسهل منها بنقدر احنا نعوض بالمعادلة وخلصنا. يعني الواي خلينا نحكي عند الويك 16 و17 شو بده يساوي؟ بده يساوي 28.5 زائد اوكي 2.35 ضرب 17 اوكي وتساوي هاي 68.4. طيب الواي عند ال 18 كم بيساوي؟ نفس المعادله اللي هي 28.5 زائد 2.35 ضرب 18 ويساوي اللي هي 70.72. والواي عند ال 19 شو بدها تساوي؟
بدأ الساوي برضو كمان بدروعه نفس المعادلة 2.35 ضرب 19 ويساوي، هو معطيني إياها بالمعادلة 73 وشوي، اللي هي 70 73 او 77. يعني أنا نقلتها من هون، بس الطالب بإمكانه بالآلة الحاسبة هاي بجمعها، بيعرف يعني شو راح تساوي. أوكي طيب، الآن إحنا لما طلع عندنا الريجريشن هذا، أوكي برضو كمان طلع عندنا أعطانا قياسات الإيرور، الماد والأم إي والميبل. في شغلة مهمة طيب، إذا أنا أعطيت الطالب معادلة الريجريشن، أعطيته إياها جاهزة على سبيل المثال، أوكي أعطيته معادلة الريجريشن وكان التيبل تبع الديماند موجود عنده، أوكي كيف ممكن يدبر حاله ويحسب هذول إذا أنا طلبتهم؟ الجواب كالتالي، نشرح الاكزامبل اللي هو 8.5 على الاكسل وكيف نعمل ريجريشن على الاكسل. الان اذا احنا بنروح للاكزامبل الاصلي الموجود بالكتاب او الموجود بالسلايدات، في عندنا الارايفل او الارايفل تبعت الميديكال اللي هي البلوت تيست، اوكي يعني كم طلب للبلوت تيست من الويك 1 للويك 16. في المقابل عندنا كم الارايفل الاكتشوال، طبعا هذا الديماند يعني هذا الطلبات تحليل الدم، معناته هذا الديماند. الاسبوع الاول كان 28 27 الى اخره، انا بس عملت كوبي بيس. اوكي الان كيف احنا ممكن نعمل ريجريشن على بطريقه الاكسل على هذا الفيجر؟ نعلم عليها بطريقه هاي، بنروح على الانسرت نقاط هاي السكاتر. الان هو رسم لي اياه، رسم لي النقاط، يعني اذا احنا بدنا راح يكون اللي من تحت اللي هو التايم لاين، واللي ومحور الصادات راح يكون اللي هو الديماند. احنا نقدر نعمل انسيرت ليبل وين هي موجوده، يمكن على انسرت. طيب نتابع الان هذا التايم لاين، هذا التايم بالويك او الويكس، وهذا اللي هو الديماند او الارايفل. يعني ديماند. اوكي طيب طبعا من وين لقيتهم؟ لقيتهم هنا ديزاين ات شارت، بنقدر نضيفهم. الان المهم انه نضيف الترند لاين او الريجريشن، اكبس على اي بوينت. اوكي اكبس على اي بوينت بفتح لي هاي. الان بروح على الرايت كليك وآد تريند لاين بعيدها، اوكي نكبس على اي بوينت، هاي البوينت مثلا، بروح رايت كليك آد تريند لاين. الان هذا هو الخط المقطع، هو الريجريشن لاين. طبعا انا بدي اظهر الايكويجن، بدي اظهر الايكويجن، بروح بعمل هون تيك اللي هي ديسبلاي ايكويجن، معناته هاي المعادله اللي صفت معي، هاي معادلة الريجريشن اللي صفت معي. فالآن بطريقة الإكسل بقدر إني أحصل الريجريشن. أوكي طيب الآن حصلنا، بنقدر نروح نتنبأ بالخمسطعش بالويك 17 وال18 وال19 زي ما هو السؤال طالب. Of course. أوكي خليني بس اعلمها بلون مختلف، يعني هيك مثلا على سبيل المثال. هاي شو بدها تساوي؟ بدنا نروح للمعادله. المعادله وين هي؟ اوكي او خلينا نكتبها هون احسن، اوكي لانه هذا الاكتوال، هذا راح يكون الفوركاست. هذا بدها تساوي 2.34
five six okay multiply اللي هو الويك هذا الويك زائد 28.5 okay معناته من المتوقع يكون عندي بالويك 17 68 يعني حوالي 68.4. الآن نعمل دراج زي هيك، من المتوقع يكون عندي بالويك 18 70.7 ومن المتوقع يكون عندي بالويك 19 73.07 تقريبا. اوكي، وهي هي الأرقام، نفس الأرقام اللي موجودة بالكتاب. اوكي، لو احنا هنا يعني خلينا نحكي هذول مطلوب، مش هيك؟ هذول مطلوبين، نعلمهم بالأزرق. لو احنا طلب منا على سبيل المثال اللي هي الايرور، اوكي، يعني اللي هي خلينا نحكي الماد والميب والكوموليتيف الاس اف اي، وكيف نعملهم هذول؟ اوكي، سهلين جدا. الان هاي الفوركاست او الاف تي طبعا الاف تي يعني المعادله، هاي الايكويجن، اي ايكويجن equation تبعت الريجريشن، equation تبعت الريجريشن هاي بدها تساوي، بنرجع للمعادله اللي هي 2.34 5 6 2.34 مضبوط multiply الويك، هاي الويك 1 زائد 28.5. طبعا بدنا ننتبه انه بالكتاب عاكسهم، يعني 28 كاتبها بالاول ما بتفرقش. اوكي، معناته احنا من المتوقع بالاسبوع الاول يعني حسب معادله الريجريشن، المسافه بين البوينت الاكتوال والريجريشن لاين راح تكون هاي المسافه، لا عفوا، النقطه اللي موجوده على الريجريشن لاين راح تكون 30 بوينت سمثينج. اوكي، نعمل دراج هيك، فبيكون عندنا هذول، بس نظبط الداتا شوية، هاي فورمات سيل، نروح على النمبر، خليها بس 2 ديجيت افتر الفاصلة. اوكي، طيب اذا احنا بدنا الاي، ما اعرف شو هي الاي، الاي هي الفرق بين الاكتوال والفوركاست، بدها تساوي فرق بين الاكتوال ناقص الفوركاست، نسحبها لعند ال 16. اوكي، طيب الان هذول احنا اللي مطلوبين بالسؤال. لو احنا طلبنا على سبيل المثال الماد او الميب او يعني وات ايفر، اوكي، خلينا نكمل. طيب الافرج تبع هذول، هاي هون نكتب الافرجز، دائما الافرجز، الافرج لهذول شو بده يساوي؟ بده يساوي هاي الافرج، الاصل هذا الرقم انه يكون زيرو. اوكي، اذا ما كان زيرو معناته في عندي شيء غلط. اوكي، هذا الرقم لازم يكون يسكر على زيرو، هذا اللي احنا سميناه اللي هي سي اف اي، هذا الرقم اللي هو موجود هون سميناه الكوموليتيف سم اوف فوركاست. اوكي، لو احنا نعمل انسيرت كومنت، وين الكومنت؟ مش ملاقيها. اوكي، خلاص، anyway هذا هي نكتبها تحت هون، هذا اللي اسمها سي اف اي. اوكي، طيب لو طلبنا على سبيل المثال اللي هي يعني let's start one by one، اول اشي احنا لازم بدنا الابسوليوت، الابسوليوت يعني هذا المقدار، ابسوليوت للاي بدها تساوي ابسوليوت هاي الرقم، وبنعمل دراج. احنا فعليا ما عملناش غير انه قلبنا الموجب سالب. اوكي، طيب لو اخذنا الافرج تبعهم، هاي اللي اسمها اي بار
خلينا نسمي، ما يمكن ما بقدر اكتب الشحطه فوق الاي، فخلينا اكتبها بهذه الطريقه اللي هي الاي بار. اوكي طيب، الان احنا مطلوب منا دائما الاي ماينس الاي بار اوكي تربيع عشان نحسب السيجما. هاي كيف نحسبها؟ يساوي نفتح قوس، هاي القيمة ماينس اللي هي الاي بار، بس الاي بار انا لما اعمل دراج لازم اثبتها على هاي النقطة، معناته هاي بدي اعطيها اشارة ساين دولار، وبدي اعطي 23 اشارة ساين دولار. هي بالطريقة هاي بتضلها نفس النقطة مع الدراج ما بتتحركش، وهاي تربيع. اوكي طيب نعمل دراج الان. طيب نحاول نحسبها هون، يعني السيجما مش راح اكتبها على نفس الخط عشان ما اكتبها هون اللي هي سيجما. هذا شو بدها تساوي؟ سكوير روت. سكوير روت لمين؟ لا الصم، كل هذول الأرقام تقسيم 15 اللي هي 16 ناقص 1. إذا هاي ستاندرد ديفيشن للمعادلة، وهي أحد القياسات اللي أنا بدي إياها. طيب بالنسبة للميب الماد، خلينا أول إشي بالماد. أوكي بس نعمل دراج زي هيك، المقصود إنه الأفريج للأبسوليوت نمبر، لا عفوا مش هاي، الأفريج للأبسوليوت نمبر، فكرة أنا آسف، الإي بار هي نفسها هاي، هاي سي اف اي او اي بار، سي اف اي اور الاي بار هي نفسها. الان الماد اللي هي هاي الماد، يعني مين ابسوليوت ديفيشن، مين ابسوليوت ديفيشن كم كانت عندنا 3.7 الى اخره. اوكي وهي حسبنا السيجما، شو ظل اشياء؟ ظل اللي هي ام اس اي اللي هي مين سكوير ايرور. مين سكوير ايرور، اول اشي خلينا نحسب الاي سكوير، الاي سكوير شو بدها تساوي؟ بس الاي نرفعها للقوة 2. اوكي وهاي عملنا دراج، ليش هيك طلعت؟ في اشي غلط. اوكي طيب هاي لا هي مش دي، هي اوكي ممكن هيك. طيب الان هذول بس عشان ننظم الامور، بس خلينا نعمل فورمات، هاي فورمات سيل نمبر، نخليها بس على 2 ديجيت عشان نعرف نتحكم. اوكي طيب الان الافريج، طبعا هذا الافريج لهاي ما لهوش ولا اي معنى. اوكي بينما الافريج للاي سكوير هذا اللي احنا بنسميه الام اس اي او المي سكوير ايرور. المي سكوير ايرور بظل اخر قياس اللي هو الميب. الميب اهم شيء ان نحسب الابسوليوت دي او الابسوليوت اي، نقسمها على الدي، يعني الاي هاي الاي نقسمها على الديماند الاكتوال، طبعا هذا الديماند، وبدنا نعمل دراج لتحت ناخذ الافرج فيها. بس قبل هيك بروح نعمل فورمات للسيل، لا فورمات نمبر 2
وناخذ الافريج اللي موجود. طبعا الافريج لازم كمان لا ننسى انه لازم نضربه 100%. اوكي، هذا راح يكون المين او المين ابسوليوت بيرسنت ايرور. اوكي، بتمنى يكون هذا توضيح يعني يوفي بالغرض كيف احنا نربط الريجريشن مع قياسات الايرور اللي احنا يعني اشتغلنا عليهم وكيف نعمل الريجريشن عن طريق الاكسل. اوكي، بعد ما خلصنا اللي هو الاكزامبل 8.5 في عندنا ابلكيشن مشابه تماما اللي هو ابلكيشن 8.4، ما فرق ولا اي شيء. الفكره انه في عندنا التايم 10 اسابيع وفي عندنا ديماند لهم، هو بطلب نعمل فوركاست ل 11 و 12 و 13 و 14 و 15 اللي هم يعني الخمس اسابيع اللي بدهم يجوا بناء على الترند اللي موجود. اوكي، فاحنا بنقدر نحله بالاو ام اكسبلور او بنروح على الاكسل زي ما انا شرحت بنحله تماما، وهاي انا بتركه للطالب لانه مطابق تماما للي انا شرحته بالاكسل، ما فرق ولا اي شيء. بنروح لوين؟ لعند السيزونال باترن. اوكي، نيجي للطريقه الجديده، الطريقه الجديده السيزونال. احنا اول شيء غطينا الفوركاست السيمبل، بعدين لما يكون في ترند، وبعدين الان لما يكون في عندي سيزونال. سيزونال يعني خلينا نتطلع انه اذا كان مثلا الديماند هيك شكله، الديماند هيك شكله شو راح نعمل؟ معناته مثلا على زي مثلا سوق مثلا الايس كريم بالصيف له سوق، بالشتويه السوق تبعه بيموت او شغله يعني something like this. اوكي، في كثير اشياء بيكون سيزونال، فهي كيف راح نغطيها؟ راح نغطيها انه بنقسم الفصل مثلا لعدد من التيرمز، خلينا نحكي مثلا السنه نقسمها لاربعه تيرمز، شتوية صيف خريف إلى آخره، كل واحدة بنعطيها ويت وبنصير نضرب فيه بصير يطلع لنا يعني بنطلع الأوفر أول ديماند، وبعدين بنعطي لكل واحدة ويت بنضربها فيها فبصير يطلع لنا اللي هو الديماند بهذاك السيزون وبيطلع لنا السيزوناليتي. خلينا أول إشي نقرأ. أوكي، اللي هي الميثود، إحنا الميثود تبعتنا اسمها مالتيبليكاتيف سيزونال ميثود. على فكرة في ميثود أدفانس للسيزونال مش موجود بهذا الكتاب. A method where a seasonal factor are multiplied by an estimate of average demand to arrive the seasonal factor. معناته احنا الفصل مثلا على سبيل المثال سنة، اوكي، مقسمينه لاربعة. اوكي، لو كان كل احنا الديماند كامل بهاي السنة، لو على فرض انه ما في عندي سيزون وثابت، معناته الديماند هذا بدي اضربه بربع، والديماند هذا بدي اضربه بربع، والديماند هذا اضربه بربع، والديماند هذا بضربه بربع، بيكون عندي كونستانت. طيب اذا كان في عندي سيزوناليتي يعني مثلا هذا بيطلع هذا بنزل، معناته هذا ممكن اضربه بنص، هذا ممكن اضربه بثلث، بس هذول مجموع الويت لازم دائما يساوي واحد. اوكي، معناته لما نصير نضرب نقسم لتيرمز ونضرب بالويت الاصلي اللي بنحسبه اصلا من الديماند بصير يطلع لي السيزوناليتي. اوكي، هاي بالمالتيبليكاتيف. الاديشنال ميثود سيزونال ميثود، ا ميثود ان ويتش ذا سيزونال فوركاست ار جينيريتد باي ادينج كونستانت تو استيميت ذا افريج اوف ذا ديماند بير سيزون. معناته احنا بدل ما نضرب بنصير نضيف كونستانت، بنضيف كونستانت على التيرم، راح نيجي لأول وحدة ولا ثاني وحدة. طبعا الطريقتين يعني بتقييم الشخصي هم سيمبل. طبعا هذا البروسيجر، هذا البروسيجر شو احنا كيف راح نمشي مع المالتيبليكاتيف. انا مش راح اقرأ هذا البروسيجر، راح اروح اطبق البروسيجر اللي موجود هون على الاكزامبل. الاكزامبل المشار اليه اللي هو 8.7 بحكي The manager of the Stanley Steamer Carpet Cleaning Company
معناته من الاسم تبعها مبين انها شركه بتنظف السجاد، بتنظف السجاد. المانجر تبعها شو بده؟ need a quarterly forecast of the number of the customer expected the next year. معناته بده يعمل تنبؤ بالديماند، يعني بالكستمر، يعني الديماند، اوكي، بكل ربع سنه، كل ربع سنه اللي راح يجوه السنه الجايه. اوكي، the carpet cleaning business is a seasonal. معناته احنا تنظيف السجاد هاي عمليه فيها seasonal، موسميه، يعني بتعتمد على مواسم. with a peak in the third quarter. معناته تنظيف السجاد موسمي، اكثر اشي بيكون بالثيرد كورتر اللي هو الفول، اللي هو فصل الخريف، لا وينتر فول سمر، سمر معناته الثيرد كورتر، معناته بالصيف بيكون اكثر اشي. and trough in the first كورتر، معناته هو تروف، يعني غور، غور بالفيرست كورتر، او يعني الفصل الاول او الربع الاول، الربع الاول اللي هو الوينتر. معناته يبدو انه عندهم بيك وين موجود بالسمر، وعندهم غور او تحت، يعني جايه اللي هي الوينتر. اوكي، following demand data of the past 4 years. معناته احنا في عندنا معلومات لاربع سنين، معنا معلومات لاربع سنين نستخدمهم عشان نطلع الفوركاست لنكس يير، مقسمه لاربع ارباع، لاربع ارباع، كل ثلاث اشهر، كل فصل مع بعض. the manager want to forecast the customer demand for each year for year 5. معناته هو بده الديماند للسنه الخامسه، طبعا based on the estimate of the 5 demand of the 2600 customer، بناء على demand موجود قديش راح بتوقع انه يجي بالسنه الخامسه، 2600 customer بتوقع انه يجي بالسنه الخامسه، بس مش راح يكونوا موجودين بناء على كونستانت، راح يجوا اكثر شيء فصل الصيف واقل شيء بفصل الشتاء. خلينا نكمل بهذول السلايدين، يعني موضح انه الاربع سنين كيف كان الديماند اللي موجود. اوكي، مثلا على سبيل المثال الديماند بالسنه الاولى مقسم لاربع فصول، جايهم بالسنه الاولى 1000 طلب تنظيف سجاد. اوكي، مثلا بالفصل اللي هو بالشتويه 45، بالربيع 335، بالصيف 520، وبالخريف 100. اوكي، نفس الاشي بالسنه الثانيه، بالسنه الثانيه جايهم 70، 370، 590، 170 حسب الفصل، والتوتال كان 1200، والتوتال كان 1200. واذا احنا بنروح للسنه اللي بعديها، اوكي، مبين انه في عندي سيزوناليتي بالموضوع. اوكي، بس مبين كمان انه في عندي ترند، يعني قاعد بطلع، اول اشي كان 1000، بعدين صار 1200، بعدين الان 1800، بعدين 2200. بس هو اعطاني معطى السؤال، هو بتوقع 2600 السنة القادمة، يعني ممكن يحسبها ريجريشن. اوكي، ويطلع بالريجريشن هذا، يعني خلينا نحكي بالريجريشن، سنه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، اوكي، يكون هذا الريجريشن طالع هيك، السنه الخامسه بتوقع انه يجيني 2600، فهو حاسبها ومعطيني اياها بالسؤال. فبروسيجر الحل راح يكون كالتالي. اوكي، الان التوتال عندي بالسنه الاولى كم؟ 1000، كل فصل بقسم على 1000، يعني 45 المفروض انه كم يجيني، او اول اشي بقسم هاي على عدد الفصول، يعني 1000 تقسيم 4 تيرمات، معناته انا بتوقع 250 يجيني كل فصل او كل تيرم او كل فصل من فصول السنة بيجيني 250. الان شو بعمل انه هاي 45 بقسمها على 250، بيطلع عندي 18% من الاكسبكتيشن، 350 اكثر، فبدها تطلع 1 point something. البيك تبعتنا ضعفين ال 250، معناته
520 تقسيم 250. فبالطريقة هاي أنا حسبت الويت، يعني هاي وهاي 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 هم الويت فاكتور اللي راح أضربهم بالديماند، اللي راح أضربهم بالديماند. أوكي طيب، الآن لو إحنا حسبناها للسنة الأولى والسنة الثانية نفس الإشي، والسنة الثالثة والسنة الرابعة برضو كمان نفس الإشي. الآن الخطوة التالية هي أن نأخذ الأفريج. كيف يعني نأخذ الأفريج؟ أوكي؟ يعني إحنا بالسنة الأولى السيزون الأول كان 18 وبعدين 23، ماشي؟ معناته 18، خلينا نظل متذكرين 0.18 و0.23، نروح لهون. إذا بدنا الفصل الأول، هاي الكورتر الأول، الفاكتور تبعها، الفاكتور تبعها شو بيساوي؟ هاي الفاكتور أو الملتبلاير شو بده يساوي؟ اللي هي أول إشي 18 زائد 23 زائد هون 22 زائد عندنا هون 18 وبنقسم على 4، فبيكون هذا الفاكتور أو الملتبلاير overall، هذا بيكون الoverall اللي راح أعمله. أوكي، نفس الإشي بعملها مع السيزون الثاني والسيزون الثالث والسيزون الرابع، يعني هذا الفاكتور بطلعه الأفريج للأوفر أول، بطلعه الأفريج للأوفر أول، معناته الأفريج للأوفر أول كم عندي؟ هاي طلعناه، أخذنا السنة الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة، الفاكتور أو السيزونال فاكتور طلع 0.2. أوكي، الأفريج للربيع، الأفريج السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة طلع هذا الرقم، وطلع ضعف. أوكي، الديماند بالصيف يعني الأفريج للأربع سنين الماضيين، وطلع نص الديماند اللي هو. طيب الآن كيف بدي أتنبأ بالسنة الخامسة؟ السنة الخامسة إحنا اتفقنا إنه 2600 راح يجيني ديماند. أوكي، طب 2600 خلينا نقسمهن أول إشي على أربع فصول، معناته أنا بتوقع لو كان ما في سيزوناليتي راح يجي عندي 650 قطعة بالفصل. أوكي، بضربها بالفاكتور، يعني 650 بضربها بالفاكتور اللي أنا حاسبه هون، معناته أنا بتوقع السنة الجاية بالوينتر يجي 133 كاربت. الفصل الربيع بتوقع انه يجيني 843 كاربت، بفصل الصيف بتوقع انه يجيني 1300 كاربت، والخريف 323. بالطريقة هاي عرفنا نحسب اللي هي السيزوناليتي، ودخلنا ترند على الفوركاست، دخلنا الترند على الفوركاست. وهاي عن طريق اذا بدنا نحسبها بطريقة الاو ام، يعني بطريقة السوفت وير اللي بيجي مع الكتاب الأصلي، بس لكن in my opinion يعني it's simple وبنقدر نحسبها بيدينا بدون ما يعني نخلي سوفت وير يحسب لنا إياها. طيب بنيجي عند الابليكيشن اللي هو 8.4، خلينا نطلع عليه يعني على السريع. احنا في عندنا سنتين، والسنتين هذول بدنا نتنبأ لا السنة الثالثة، مقسومين على 4 quarters. أوكي، مقسومين على الفصول الأربعة، على فكرة مش شرط الفصول، ممكن مرات بتكون مقسومة على الأشهر، ممكن يكون كل شهر أنت تتوقع يكون إشي مختلف تماما عن الشهر الآخر. أوكي، إذا كان جاينا مثلا السنة الأولى 250، أوكي جاينا 100 بعدين 400 بعدين 300 بعدين عفوا مش 250، جاينا 1000، جاينا 1000 الأفريج لهم 250 بالفصل. أوكي، جاينا 1000 الأول، أول كورتر 100، ثاني كورتر 400، ثالث كورتر 300، وبعدين رابع كورتر 200. أوكي، بحسب الإندكس أو الفاكتور أو السيزونال فاكتور، كيف بنحسبه؟ اتفقنا إنه 1000 تقسيم 4 بيسوي لي 250، هذا أنا بتوقع بالفصل إنه يجيني 250. بعدين باجي المية هاي بقسمها على الرقم اللي طلع معي، يعني هذا الرقم شو بيساوي؟
هذا بيساوي 100 تقسيم 250. هذا الرقم شو بيساوي؟ هذا بيساوي 400 تقسيم 250. اوكي تمام. على فكرة لازم هذول مجموعهم يكون 4، لازم هذول مجموعهم يكونوا 4، لانه احنا الاصل انه يكون كل واحدة اذا يعني متساوية. ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1، كل تيرم بده يكون 1، فعندنا 4 تيرمات المفروض انهم يكونوا 4. حاسبينها للسنة الاولى والسنة الثانية بنفس الطريقة. اوكي الان شو لازم نعمل؟ بدنا نصير ناخذ الافرج. هاي الافرج، ناخذ الافرج، هاي الافرج. الافرج شو يعني؟ بدنا ناخذ اللي هي 0.4 زائد 0.52 تقسيم 2، ونفس الاشي لهون بدأت تساوي 1.6 زائد 1.48 تقسيم 2، وبعدين نفس الاشي هون 1.2 زائد 1.24 تقسيم 2، واخر تيرم الفاكتور له الافرج بده يساوي 0.8 زائد 0.76 تقسيم 2. بيكون طلع عندي الفاكتور، هيو كاتبهم هون. اوكي هيو كاتبهم تماما. طيب الان شو بنعمل؟ طبعا انا بعتذر، يبدو ان الاندكس للسنة الثانية كاتبها هون، هذا الافرج، يعني هذا الرقم هو الافرج هذا مع هذا. اوكي يعني بعتذر عن اللي حكيته قبل شوي، ما انتبهت. هذا الرقم شو بيساوي؟ اللي هي 0.4 زائد 0.64 اقسم على 2. هذا الرقم مثلا شو بيساوي؟ بيساوي 1.6 زائد اللي هي 1.36 وبنقسم على 2 الى اخره. طبعا هذول هم راح يكونوا الافرج اللي راح نستخدمهم هذول الاندكس اللي راح نستخدمه بالمعادلات، اللي راح نستخدمه بالمعادلات. هاي موجودين كاتبهم هون على الاندكس، كاتبهم على جنب. اوكي نتخيل انه لو احنا نتوقع يصلنا 1320 قطعه السنه الجايه. اوكي حسبناها بالفوركاست بالانذر فوركاست ميثود، فكيف راح يكون في عندنا بالسنه هاي هذول ال 1320؟ كيف راح يتوزعوا؟ راح يتوزعوا 1320 اقسم اول شيء 1320 بدنا نقسم على 4، هيها موجوده. اذا بتوقع 330 بيجين بكل تيرم، معناته 330 نضربها بالسيزون الاول، هذا هون راح يجي هالقد، راح يجيني بالشتويه. بنفس الطريقة هالقد راح يجيني بالربيع، بنفس الطريقة هالقد راح يجيني بالخريف، وبنفس الطريقة هالقد راح يجيني بالصيف. اوكي okay.